شاب مغربي سميتو أسامة أوبنهاجن. كيفاش جا هاد السيد؟ الطرق القانونية اللي حنا كنتكلموا عليها واللي كنعرفوها حسب القانون ديال الهجرة بإيطاليا والاتحاد الأوروبي، كل شيء كيعرفها. هاد السيد جا يعني فيستو فيزا وجاي بريما كلاسي ودخل يعني وتيتصور وكيعمل لي بلوغ، يعني الحالة اللي جا بيها هاد السيد ماشي واضحة. فماشي من اجل العلاج لانه ماشي مريض، وماشي من اجل الدراسه لانه عنده نيفو باك، وماشي من اجل التحقق العائلي لانه ما عندوش حبابه هنا، لا من جنسيه ايطاليه ولا مزوج هنا في ايطاليا، حتى لجوء سياسي لانه ماشي سياسي. اياد عمل له مشروع ديال الحلاقه وحل الحانوت بالاسم، ما عندوش الكوديتشي فيسكالي. يا الا ما كانش عندك الدبلوم ديال الحلاقه بايطاليا ماشي في المغرب، يستحيل انك دير مشروع من هذا. فعلا جا بالزواج بيض، فهذا فيه احتيال وتزوير على القانون الايطالي، وكيعاقب الصاحب ديالو المسألة وباسطة. فقط غير تليفوناتا ولقاو مالي الحال واقفين، واسامة يتعرض للطرد بيدي القناة داخل ايطاليا، خاصو يعرف بان عنده متابعات ومساءلات، وماشي اليوتيوب في المغرب، هو اليوتيوب في اوروبا وخاصة بايطاليا.